اقرأ فإنك ذو نسم، ليس الجهول كمن عالم. اقرأ فإنك ذو نسم، ليس الجهول كمن علم. اقرأ بأول آية نزل الكتاب المحتكم. والله علم خلقه، والله أقسم بالقلم. اقرأ اقرأ علما نافعا. قل هو الله احد. ما هذا الحرف؟ شين. ما هذا الحرف؟ شين. كانت شف شف. رباب. اسمي رباب. ما اسمك؟ سلام. هم كانت مصير في الإنسان في الوطن لا شمس. إن الدراسة رحلة في الكون، في الفكر الأعم، في الحب، في الإيمان.